الموضوع الثاني في هذا البرنامج وطوال الفترة القادمة، وأنا الحقيقة لما بطلع في قناة الأهلي تحديدا في حاجتين بحطهم قدام عيني: بلدي ونادية، بلدي ونادية. أي حاجة بتكلم فيها أو أي حاجة عايز أتكلم فيها ما ببقاش أنا إلا رد فعل ليها. أنا هنا في البيت الكبير ما ببقاش إلا رد فعل ليها، عمري ما ببدأ حاجة. وكل اللي أنا عايزه إيه؟ كل اللي أنا عايزه إن هناك في الماضي، في الماضي كان هناك مشكلة كبيرة أو مشاكل كثيرة جدا بتدعو إلى التعصب. في الماضي من حوالي فترة كان هناك مشاكل كثيرة تدعو للتعصب، وكنا دايما في النادي الأهلي، مش إسلام، ولكن النادي الأهلي كان دايما بيبادر بالصمت. كنت أنا دايما أسأل حتى: يا جماعة احنا ساكتين ليه على مثل هذه الأمور؟ ولكن اتضح أن الصمت هو لغة العظماء، لأن في الآخر حق النادي الأهلي رجع له وزيادة. فمن فضل حضراتكم، وأنا كلامي ده بوجهه لكل الناس بما فيهم أنا، يلا عشان ما حدش يزعل، من فضل حضراتكم إذا كان هناك، أنا بتكلم عن النادي الأهلي، هفضل أتكلم عن النادي الأهلي، وهفضل أقول أرقام وتاريخ النادي الأهلي، وهفضل أقول كل ما يخص وكل ما يميز النادي الأهلي. فمن فضل حضرتك إذا كنت عايز تتكلم، اتكلم عن النادي بتاعك فقط. هذا البرنامج سيكون بالفعل هو البيت الكبير لكل الأندية. عايزين نسمع الكلام ده كويس، لأن أنا اتفاقي مع الكل أن يكون هناك دائما خلال الفترة القادمة نبذ للتعصب، وهو ده اللي احنا عايزين نوصل له في النهاية. ممكن نغيظ بعض شوية، نتكلم مش عارف ايه على سبيل الهزار يعني، ولكن نحن نصل إلى مرحلة زي اللي احنا كنا شايفينها قبل كده، أعتقد أن الأمر لن يصل إلى هذه الدرجة على الأقل من ناحيتنا احنا هنا في هذه القناة في البيت الكبير. إلا لو كنت حضرتك عايز، أنا عارف أن النادي الأهلي قيمته كبيرة جدا، وقيمة النادي الأهلي هي اللي بتخلي أي حد يتكلم عنه. أنا ده عارفه ومتأكد منه لأن أنا بشوف الكلام ده. فقيمة النادي الأهلي الكبيرة تخلي أي حد يتكلم، علشان يبقى فيه كلام على الشخص اللي بيتكلم ده، ويبقى ترند والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. ولكن أنا دايما اتجاهي هنا داخل البيت الكبير، وده بالاتفاق مع كل الناس الحقيقة، نحن لما نيجي نعمل ترند يا جماعة نعمل ترند إيجابي. يعني إيه إيجابي؟ يعني الناس تستفيد منه بشيء، الجمهور الأهلي يستفيد منه بشيء، ولو جمهور مصر كله عايز يستفيد منه يستفيد من هذا الترند الإيجابي، وليس مجرد أن أنا طالع، أنا آسف في الكلمة، أن أنا أشتم في فلان أو علان وفلان أو علان يشتم فيا. الترند ده اسمه ترند سلبي. أنا شخصياً أو دايماً اتجاهنا مش إسلام، برضو إدارة أو الإدارة في النادي الأهلي طول عمرها من 1907 وحتى الآن دايماً اتجاهها في مثل هذه الظروف كيفية الاستفادة من أي شيء. الاستفادة بمعنى أن الناس كلها تبقى شايفة وعارفة أن البيت الكبير، وده الكلام اللي بيسعدني جداً، أن كل الناس في السوشيال ميديا بتقول البيت الكبير بيت لكل الناس، زي ما احنا بنتكلم هنا أو زي ما البرومو للبيت الكبير اتكلمنا فيه. عائلة الأهلي هو السلوجن اللي الكابتن خطيب ومجلس إدارته وضعوا في بداية انتخاباته، هو ده اللي احنا بنقوله. عائلة الأهلي، عائلة الأهلي بتضم كل الأهلوية وكل حاجة، ولكن ليه ما يبقاش معانا من الإسماعيلي، وليه ما يبقاش معانا من هنا، وليه ما يبقاش معانا من هنا، وليه ما يبقاش معانا من هنا؟ هذه هي عائلة الأهلي، البيت الكبير أو النادي الأهلي بيجمع كل الناس، وهو ده اللي هنشتغل عليه وبنشتغل عليه خلال الفترة اللي جايه.